عودونا إلى مدينة وهران، هذه المدينة الجميلة التي نسمع عنها الكثير. هو في نطاق اجتماع لمجلس الأمن والسلم الإفريقي، وبطبيعة الحال هذه فرصة أخرى ليجتمع هذا المجلس في مدينة وهران مع مجلس الأمن الدولي والأعضاء الأفارقة غير دائمين في مجلس الأمن، والعديد من المسؤولين يعني الأمميين والمسؤولين الكبار في منظمة في الاتحاد الإفريقي للتشاور والتحاور والتنسيق حول مجمل القضايا التي تهم إفريقيا في جميع المجالات، وخاصة في مجالات الأمن والسلم والتنمية.